كل من يسمع عنه في القرآن بعين ناقضة بعيدا عن التصديق الأعمى يتبدى له جليا أن محمدا امتطى سلم الدين واستغل موقعه من الدعوة لتحقيق السلطة والثروة، ووظف رب السماوات لإشباع رغباته الجنسية التي لم يتمكن من إشباعها مع زوجته الأولى خديجة. خديجة كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تقبر محمدا ب15 عاما، وعاشت معه 25 سنة إلى أن توفيت، وكانت ولية نعمته تنفق عليه من أموالها، وربما لذلك لم يتجرأ على الزواج عليها. وطيلة المدة التي قضاها محمد بمكة منذ بداية الدعوة، سواء في حياة خديجة أو بعد وفاتها، ألف أزيد من 80 سورة من القرآن أن لم يأتي فيها أي شيء عن حياته الخاصة أو عن زوجته، ولم يذكر رب السماء خديجة ولو مرة واحدة، وكأن هذه السيدة التي كان لها كل ذلك الفضل على نبيه، والتي كانت أول مسلمة في التاريخ وأول الصحابة وأول من صدق برسالة محمد وساندته في أصعب مراحل النبوة، مرحلة التساؤل والشك، وكأنها لا تستحق آية واحدة. بينما تحدث القرآن عن أشخاص أقل شأنا كأبي لهب وزيد بن حارثة والوليد بن المغيرة. بعد موت خديجة تزوج محمد سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر في وقت واحد في شهر رمضان أياما فقط من وفاة زوجته، رغم ما قيل لنا عن حزنه الشديد عليها، خاصة أن وفاتها تزامنت مع وفاة عمه أبي طالب، حتى سمى ذلك العام عام الحزن. فتزوج سودة وكانت قد تجاوزت 50، وتزوجت طفلة عائشة ذات 6 سنين. وبعد أن هاجر إلى المدينة وأصبح الآمر الناهي في جماعته واغتنى من أموال الغنائم، تغير سلوكه مع النساء وبدأت رحلة التعدد دون حد أقصى، والتي أباحها له القرآن وحده دون عن سائر المسلمين. فتتابعت زيجاته حتى بلغت 11 على الأقل، لأن هناك من يقول أنه تزوج أكثر من ذلك بكثير، ومات وفي عصمته 9 نسوة. ويزعم المدافعون عن النبي أن زيجاته الكثيرة كانت لدوافع سامية ولأسباب اجتماعية أو تشريعية أو سياسية، كرغبته في تعزيز علاقاته بالقبائل العربية أو بأشخاص لهم مكانة أثيرة لديه، أو لإيواء أرامل المجاهدين وتطييب خواطرهن. ولو كانت شهوته تحكمه يقولون لك لتخير الأبكار الصغيرات، فهو لم يتزوج بكرا ولا صغيرة إلا عائشة. ويدعي البعض أن ولعه بالنساء وإقباله الكثيف على الجماع ليس دليل شهوانية، بل دليل اكتمال رجولة. لكن رغم دفاعات المسلمين عن نبيهم، تبقى الدلائل وفيرة من كتبهم نفسها على أنه كان رجلا شهوانيا سعى لإشباع نهمه الجنسي حين توفرت له الظروف. منها على سبيل المثال أن أغلب نسائه كن ذوات حسن وجمال وحسب ونسب، وكانت له إماء يضاجعهن، وكان إذا وصفت له امرأة جميلة سعى للزواج منها، وإذا اكتشف عيبا جسديا منفرا في عروسه أمرها باللحاق بأهلها فورا، كما كان يصطفي لنفسه من سبايا الحروب أشدهن حسنا وجمالا وأرفعهن نسبا، كما حدث مع صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث وريحانة بنت شمعون. وجاء بآية يحرض النساء أن تهبن أنفسهن له، بل كان يطلب ممن تعجبه أن تهب نفسها له. وكيف لا يكون شهوانيا والمسلمون أنفسهم يقولون أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة بغسل واحد، وأنه أوتي في الجماع قوة 30 أو 40 رجلا. لكن دعونا من هذا، المهم أن تغير حالة محمد الجنسية والعاطفية بعد تغير حالته الاجتماعية والمادية انعكس على بنية القرآن. وبعد أن تزوج محمد رهطا من النساء بدأت تظهر الآيات التي تتحدث عن نسائه. أول سورة تحدثت في الموضوع هي سورة الأحزاب، التي خصصت أكثر من 20 آية لعلاقات محمد بنسائه. وسورة الأحزاب هي رابع سورة أتت بالمدينة، والسورة رقم 90 حسب ترتيب النزول. ف
فبعد أن أنزل الله 89 سورة لم يذكر فيها نساء رسوله، خطر له أخيرا أن ينظم البيت النبوي، وكانت تحت محمد آنذاك 5 زوجات هن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة، فخاطبهن القرآن فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فهو هنا يريد الحد من اختلاط نساء النبي بالرجال الذين يزورون بيوته، فجاء بهذه الآية ليقول لزوجاته أنهن أفضل من بقية النساء، وعليهن أن يتقين الله وأن لا يتغنجن في كلامهن حتى لا يطمع فيهن الرجال. ثم يشاء خالق الكون أن ترفع الريح الستر ويقع نظر حبيبه المصطفى على زينب بنت جحش حاسرة الثياب شهية الجسم، فتأثر بحسنها وشغفه حبها وتمتم: سبحان مقلب القلوب. فسمع الله هذه التمتمة فصرف قلب زيد بن محمد عن زينب، فما عاد يقدر على إتيانها، ثم أوعز إليه أن يطلقها حتى يتزوجها نبيه. ولكن لتطيب خاطر زيد قال له محمد: اتق الله وأمسك عليك زوجك، ولم يكن جادا فيما قاله، فأنزل آية تقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلأن محمدا كان يستحي من أصحابه والله لا يستحي من الحق، قرر الله أن يبدي للعيان ما كان محمد قد خبأه في صدره، وهو رغبته في الزواج من زينب. يخبرنا المسلمون أن الله كشف ما في صدر محمد ليثبت للمؤمنين أنه حلال عليهم الزواج من نساء أولادهم بالتبني إذا طلقوهن. وطبعا لم يكن كافيا أن يخبر الله المؤمنين بذلك بآية من القرآن، كأن يقول لهم مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا حرج عليكم أن تتزوجوا أزواج أدعيائكم إن هم قضوا منهن وطرا وطلقوهن. آية بسيطة واضحة مفهومة، لكن ارتأى خالق الكون أن يبين هذه الخطوة الجبارة بفعل رسوله وليس بالقول فقط، فزوج الله زينب لمحمد بلا ولي ولا شهود، وكان رب محمد المزوج وجبريل الشاهد. ولأن بعض الأعراب الذين في قلوبهم مرض لاموا محمد على زواج طليقة ابنه، كان الرد الفاحم من رب الكون أن يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبجملة واحدة حرم الله التبني الذي مارسته البشرية لآلاف السنين وما زالت من أجل رعاية الأيتام واللقطاء. ولزيادة التبرير لذلك الزواج السماوي أنزل رب محمد: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فزواج محمد من زينب هو فرض فرضه الله عليه، ويبدو أن محمدا لم يكن له مفر من هذه الزيجة لأنها سنة الله في الذين سبقوا. كيف ذلك؟ لا أدري. ويظهر الكرم الإلهي الفائض لمحمد في نفس الصورة عندما قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ولاحظ أن القرآن قال أجورهن بدل مهورهن أو صداقهن، فجعل الزواج خدمة يقابلها أجر، وجعل الزوجة مومسا يعطيها الرجل أجرها مقدما لكي يمارس معها الجنس. ثم بعد أن أحل الله للنبي جميع أزواجه التي دفع مهورهن وجميع النساء اللواتي يصيبهن في الغزوات، أحل له كذلك بنات أعمامه وبنات عماته وبنات أخواله وبنات خالاته التي هاجرن معه. والمقصود من هذه الآية أمر واحد فقط، هو التأكيد على صحة زواجه من زينب بنت جحش، لأن أعمام محمد 9 لم يؤمن منهم إلا حمزة،
قبل نزول هذه الآية، أما الآخرون فماتوا على كفرهم باستثناء العباس. وبالطبع فإن الأعمام الذين لم يؤمنوا لم يكونوا ليزوجوا بناتهم لمحمد، وأما بنات عماته فلم تهاجر معه إلا زينب. فكل الآية كان المقصود بها زينب بنت جحش، رغم أنه لم يذكرها بالاسم. وبلغ الكرم الإلهي أقصاه فأكملت الآية تقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأحل الله لمحمد أي امرأة تهب نفسها له بشرط أن تقع موقعا حسنا في نفس الرسول. فالله لا يمكن أن يطلب منه أن يتزوج امرأة قبيحة لا يشتهيها، لذلك قال إن أراد النبي أن يستنكحها، وهو ما دفع الصغيرة عائشة لتقول ببراءة الأطفال: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. ولكن يبدو أن محمدا لم يكتفي بالنساء اللاتي وهبن أنفسهن له، فكان يطلب من أي امرأة جميلة يراها أن تهب نفسها له. ثم يستمر القرآن: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. فلا مثال للكرم الإلهي الذي سمح لمحمد أن يأوي إليه من يريد من النساء اللاتي يهبن أنفسهن له، وأن يؤخر قراره بالنسبة للأخريات، فلربما مل من بعض من اللواتي آواهن فيختار من طابور الانتظار. ويبدو أن كل هذا الكرم ليس المقصود به محمد، وإنما هو هيبة من الله لتلك النسوة البائسات حتى تقر أعينهن بمضاجعة النبي ولا يحزن. وبعد كل هذا الكرم أراد رب محمد أن يكون عادلا في حق النساء، فقال له: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. فهنا يحذر الله رسوله أنه لا يحل له أن يتزوج بعد هذا العدد الهائل من الحريم، ولا يجوز له أن يبدل تلك الزوجات التي حددهن الله في آياته بأخريات حتى وإن أعجبه جمالهن. فالله يعلم أن عين نبيه لا يملأها إلا التراب. وهناك من يفسر الآية بشكل مختلف فيقول أنه حلال له أن يتزوج من يشاء دون تحديد عدد، وأن لا يقتصر على التسعة اللواتي كن تحته آنذاك. بعد سن 50 من الطبيعي أن الرغبات الجنسية تبدأ في الأفول، وزيادة عدد النساء للرجل الواحد والممارسة المستمرة تزيد من هذا الأفول، فيبدأ الرجل يخشى على نسائه من الرجال. ومحمد لم يكن استثناء، ولم يكن ذاك السوبرمان الخرافي في إتيان النساء الذي تصوره كتب التراث. وطبعا بعد أن أباح له الله كل تلك النسوة وهو في منتصف الخمسينات، أنزل تحذيرا للرجال الآخرين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الآية أراد بها محمد منع أصحابه من التحدث مع نسائه، فأتت الآية تنهاهم عن دخول بيوت النبي إلا إذا دعاهم، وتأمرهم ألا يأتوا قبل الوقت ويجلسوا ينتظرون أن يكتمل طهو الطعام، لأن ذلك يخلق فرصة للكلام مع نساء النبي. وهناك من يفسر الآية بشكل آخر فيقول أنه لما تزوج محمد زينب بنت جحش دعا الناس للوليمة، فلما طعموا انصرفوا إلا جماعة منهم جلسوا يتحدثون، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا عليه وأغضبوه واستحيا أن يطلب منهم المغادرة، لكن الله لا يستحي من الحق طبعا، ولا يرضى أن يعكر جماعة من الرعاع مزاج أحب البشر إليه أو يفسد عليه ليلته، فأنزل الآية:
وفي تفسير آخر قيل أن محمدا كان يأكل طعاما مع بعض أصحابه، فمست يد رجل منهم يد عائشة فكره النبي ذلك، فنزلت الآية والتي كانت بطبيعة الحال مكتوبة منذ الأزل في اللوح المحفوظ وموضوعة على يمين عرش الله أو على جبهة إسرافيل ما أدراني. وحتى يكتمل الحجر على نساء النبي جعل القرآن حرمتهن على المسلمين كحرمة أمهاتهم، فنزلت آية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم منع الله المؤمنين أن يتزوجوا نساء النبي بعد موته، خاصة بعد أن بلغ محمدا أن أحد أصحابه وهو طلحة بن عبيد الله يعتزم الزواج من عائشة بعد موت النبي. فاستمرت الآية 53 تقول للمؤمنين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأضاف في الآية التالية محذرا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وبهذه الآيات لمح محمد لطلحة أنه يعلم ما ينوي فعله وقطع أي أمل لديه في انتظار ما هو آت. ولكن ما لم يكن محمد يعلم هو أن الحميرة التي كان عمرها 18 سنة عندما توفي سوف تأتي بحديث يبيح رضاع الكبير حتى يتمكن الرجال من الدخول عليها. ومع أن نساء النبي هن أمهات المؤمنين وقدوتهم الحسنة، فإن رب محمد لم يكن واثقا من حسن سلوكهن واضطر لتهديدهن فقال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. والمعروف أن الفاحشة المبينة هي الزنا، وعقاب الزنا هو الرجم للمتزوجة وإدخالها النار يوم القيامة، لكن كيف يضاعف لها العذاب لا أعلم. وبالطبع إذا منع الله المؤمنين من دخول بيوت النبي فلن يستطيع منع نساء النبي من الخروج لقضاء حاجتهن، فاحتاط لذلك وأمر أن يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فمن أجل حماية نساء النبي أصبح الحجاب فرضا على كل نساء المؤمنين، واختار رب محمد أن يضع العربة أمام الحصان وبدل أن يعاقب الفساق المتحرشين حجب النساء. وحتى يطمئن محمد أكثر على نسائه قال لهن القرآن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من السهل علينا أن نفهم أن يأمرهن رب محمد بالقرار في بيوتهن، أما أن يأمرهن بإيتاء الزكاة فأمر يصعب فهمه، لأن المسلمين يقولون لنا أن الرسول ونساء كانوا فقراء، ولأننا نفهم من نفس الصورة أنهن تدمرن وطلبن من النبي أن يزيد مصروفهن، وهذا أمر طبيعي أن تقل حصة كل واحدة من النفقة بعد الزيادة المضطردة في عددهن. فكيف يأمر رب محمد هؤلاء النسوة الفقيرات بإيتاء الزكاة التي تخرج من المال الفائض؟ بعد مطالبة نسائه له برفع النفقة غضب محمد، فجاءت آية تقول له يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن بين الطلاق وزيادة النفقة. ثم وقعت حادثة الإفك وصمت الله وترك نبيه يتعذب بالشك والحيرة لأكثر من شهر دون أن يتدخل، ولم يسارع جبريل إلى تبرئة عائشة كما كان يسارع في هوى النبي وتزويجه ممن يشتهي. وبعد انقضاء شهر واطمئنان محمد أن عائشة لم تحمل من صفوان نزلت سورة النور والتي هي السورة 102 في ترتيب النزول،
وجاءت مليئة بالآيات التي تحاول تبرئة عائشة ومنع أهل المدينة من ترديد قصتها مع صفوان. وبدأت من الآية 11: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو حسان بن ثابت شاعر محمد المفضل الذي جلده النبي. وهناك من يرى أن المقصود عبد الله بن أبي بن سلول. وبسبب إصرار محمد على تبرئة عائشة صعب شرط إثبات الزنا ورفع عدد الشهود إلى 4، وسن تشريعا جديدا هو حد قذف المحصنة. فجاءت الآية 4 تقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي الآية 13: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يختمها بالآية 23 التي تقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. في أحد الأيام ضبطت حفصة محمدا مع خادمته ماريا القبطية في غرفتها وعلى فراشها، فحلف وأقسم لحفصة أن ماريا حرام عليه لا يقربها بعد ذلك أبدا، وتوسل لها أن لا تفضحه أمام نسائه الأخريات. لكن رب محمد ظهيره وسنده في الملمات أشفق عليه ولم يرضى أن يحرمه من مضاجعة الحسناء القبطية، فأنزل له آية مقدسة من اللوح المحفوظ ليحل بها يمينه ويلغي حلفانه ويسمح له بمعاشرة ماريا متى ما شاء رغما عن أنف زوجاته. فأتت سورة التحريم وهي السورة رقم 107 حسب ترتيب النزول، وسماها التحريم لأن محمدا قد حرم على نفسه إحدى ملك يمينه. فقال له ربه معاتبا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فقد بالغ إله القرآن في الاهتمام بنبيه حدا لدرجة أن محمدا يحرم وإله القرآن يعترض ويحلل له ما يشتهي، ثم تابع يحله من وعده وقسمه ويرخص له في الكفارة عن يمينه قائلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم تستمر الصورة تقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. محمد طلب من حفصة التكتم على الأمر، لكنها أخبرت عائشة لينتشر السر بعد ذلك بين كل نسائه. ولما ذكرت عائشة الحديث لمحمد علم أن حفصة قد أخبرتها، ومن الواضح أن عائشة من أخبر محمدا بالأمر وليس الله ولا هم يحزنون. فهل تحتاج هذه القصة إلى أن يخبر العليم الخبير محمدا بما قالت حفصة لعائشة؟ وإذا كان أخبره لماذا ذكر له بعض الحديث وأعرض عن بعض؟ وعندما انتشرت القصة بين نساء محمد تظاهرن عليه فغضب وهجرهن شهرا كاملا. وفي إحدى الروايات أنه لما استكتم حفصة فلم تكتم طلقها واعتزل النساء، ومكث 29 ليلة. ثم نزل جبريل وقال له: راجعها أي حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها لمن نسائك في الجنة. بعد ذلك ابتدأ القرآن يوجه التهديد لنساء محمد بدءا بحفصة وعائشة قائلا: إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم إلى باقي النساء فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وللإشارة هذه الآية واحدة من الآيات التي وافق فيها القرآن لفظ عمر بن الخطاب.
فالأخير لما علم بثورة نساء محمد عليه أخذته الحمية على صاحبه وكلمهن مهددا، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزل قرآن بنفس الألفاظ، القرآن الموجود منذ الأزل في اللوح المحفوظ. وربما نسي صاحب القرآن أنه كان قد قال لنفس نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فمن أين يأتي بخير منهن؟ فكل الصفات التي ذكرها في الآية تنطبق على زوجات محمد، فهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ثيبات وأبكار. أما سائحات فلا أحد يعرف المقصود بها. ولا نفهم كيف يقول رب محمد لنساء النبي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ألم يقل له في سورة سابقة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواجا ولو أعجبك حسنهن؟ فكيف يبدله أزواجا خيرا منهن؟ وفي إشارة ذات مغزى لا تخلو من المسكوت عنه في نفس النبي، نقرأ في نهاية سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فمحمد ضرب لعائشة وحفصة المثل بامرأتي لوط ونوح لما نافقتا وخانتا الرسولين، فلم يغني الرسولان عنهما بحق صلة الزواج من عذاب الله فأدخلتا النار. فمحمد تهدد عائشة وحفصة بالنار لإفشائهما سره والتظاهر عليه، وهذا يتعارض مع ما يؤمن به المسلم من عصمة النبي، إذ كيف يبقي على عائشة وحفصة زوجتين له وهما خائنتان؟ كيف يشهد لعائشة بالجنة وهي من أهل النار، شأنها شأن امرأة نوح وامرأة لوط؟ أخيرا، كل هذه الآيات عن نساء محمد تثبت أن القرآن صناعة بشرية بحتة. فإذا كان القرآن قد نزل من عند إله السماء لجميع أهل الأرض كما يزعمون، ومهمته هداية الناس لعبادة الإله الواحد وإرشادهم نحو الصلاح، فلماذا كل هذه الآيات عن نساء محمد؟ أكثر من 20 آية في سورة الأحزاب، وأكثر من 10 آيات في سورة النور، و6 آيات في سورة التحريم وغير ذلك. والسؤال الأساسي في كل الموضوع هو: لماذا اختص النبي نفسه بامتيازات كثيرة دون سائر المسلمين؟ ولماذا أكثر هذه الامتيازات والخصوصيات محورها النساء والمال؟ شكرا لكم.